تحت الضغط. ياسا ورحمة، رحمة وياسا. ياسا انت اللي هتبتدي الاول، رحمة اتفضلي عند سليم هتسمع اغنية وترجعي لنا تاني. ياسا تعالى مكاني. اتدربت على تحت الضغط ولا لا؟ كتير بس الموقف هنا مختلف يعني عن التدريب اللي مختلف كنا فيه. تماما اجواء والمزيكا والاضواء وحضرتك صح؟ وانا كمان انا مالي بقول اسئله بس. طيب تعال نطمن على رحمه. تمام، تحت الضغط كاونتر. كم عدد الفقرات العجزيه بجسم الانسان؟ 5. صح. من هي اول امراه تحصل على جائزه نوبل في الفيزياء؟ ماريكوري. صح. ما هو ترتيب حرف الاتش في الهجائيه الانجليزيه؟ 8. صح. ما هي العمله الرسميه لدوله ايران؟ ريال. صح. يربط مضيق ماجلان المحيط الاطلسي بمحيط اخر فما هو؟ الهادئ. صح. مفكر مصري راحل مؤلف كتاب السؤال الحائر فمن هو؟ بس. ما هي الرياضة القتالية التي يحترفها البطل المصري سيف عيسى؟ كاراتيه. غلط. كم عدد الشهور في 8 سنوات؟ 88. غلط. من هي الفنان التي قام بدور؟ كويس كويس، بس برافو عليك ياسا، برافو عليك. انت جاوبت على اول 5 صح. اللي انت عملته ده بيثبت ان التدريب بيجيب نتيجة. سليم عايزين رحمة تنضم لينا، هنشوف رحمة هتعمل ايه. تفضل يا رحمة. بص يا رحمة، انا قلت 8 اسئلة من 10، عايزة تعرفي ياسا جاوب على كم سؤال صح؟ خليها مفاجأة. مفاجأة تمام، بس الإجابات بالصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. تحت الضغط كاونتر. كم عدد الفقرات العجزية بجسم الإنسان؟ 5. صح. من هي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء؟ باس. ما هو ترتيب حرف الاتش في الهجائية الإنجليزية؟ 8. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة إيران؟ باس. يربط مضيق ماجلان المحيط الأطلسي بمحيط آخر فما هو؟ الهندي. غلط. مفكر مصري راحل مؤلف كتاب السؤال الحائر فمن هو؟ عقاد. غلط. ما هي الرياضة القتالية التي يحترفها البطل المصري سيف عيسى؟ كونفو. غلط. كم عدد الشهور في 8 سنوات؟ باس. من هي الفنان التي قام بدور رزقة في مسلسل عفاريت السيالة؟ باس. تفضل. إجابتين من 9، برافو عليكي. هقول لك برافو عليكي ليه؟ علشان انتي ما كنتيش مستعدة وطلبوا منك ان انتي تنزلي تحت الضغط ووافقتي، فبالعكس برافو عليكي. طيب ياسا معاك كم إجابة صح؟ 5. 5، وانتي يا رحمة معاكي إجابتين صح. تعالي نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. مفكر مصري راحل مؤلف كتاب السؤال الحائر فمن هو؟ مصطفى محمود. مصطفى محمود يا شمس. ما هي الرياضة القتالية التي يحترفها البطل المصري؟ تايكوندو. سيف عيسى. تايكوندو. أيوة ياسا صح، التايكوندو. كم عدد الشهور في 8 سنوات؟ 99. 96. من هي الفنانة التي قام بدور رزقة في مسلسل عفاريت السيالة؟ الفنانة عبلة كامل. كلنا نحيي رحمة وياسا. ياسا ورحمة تفضلوا. النتيجة اتغيرت. ياسا كان معاك 5 إجابات صح. كنتوا كام؟ 15. و10 نقط هدية من رحمة بيته كام؟ 50. 50 الخصوص الرسمية. رحمة كنتوا كام؟ 70. 70 وإجابتين صح ب10 نقط، بقيته 80. 80. طبعا الفقرة اللي جاية ب 25 نقطة، 50 و 25 75 ترجعكوا تاني في المباراة. هنشوف. ودلوقتي مع الفقرة 5، فقرة ضربات الجزاء.